خير استاذ، اهلا وسهلا. سندويشة على ذوقك؟ ايه منيحة منيحة. في شيء بدك ابدلها لعيونك؟ لا لا تؤمر امر والله، محلك هذا محل اخوتك الصغار، نحن تؤمر امر. شكرا. لازمك شيء؟ شكرا. امرك حبيبي امرك. مش عارف عرفت رح لاقيكم. وينك انت يا زلمه؟ من الصبح عم دق لك وموبايلك خارج طاقتي. رحت لعندك على البيت ما في حدا. دقيت على الشركه قالوا لي طلع من الساعه 5. شو صاير معك؟ لينا رجعت من السفر. بابا وماما كيفهم؟ كثير منيح، بيسلموا عليكي. هلا انت بتعرفي يعني اشخاص بعمرهم كثير منيح انه يسكتوا بالضيعه، فكرمال هيك سكنوا فوق. والماما والبابا ما بنقوا عليك تجوز تجوز تجوز. يعني لا يخلو الامر. خاصة الماما، ماما كل ما تشوف حدا بالضيعه او شي بنت تجاملها بتتصل فيه بتقول لي لقيت لك عروس. اذا تاخذ رايي يا عمو، الرجل ما بيرتاح الا يلاقي بنت الحلال اللي تحبه ويحبها وتريحه ويريحها. يعني كله اسمه نصيب. طيب يلا بدي استاذن. ايه سهرانين؟ لا بدي اخليكم ترتاحوا شوي. وين مازن؟ ما لحقنا نشوفك. انا مضطر امشي، بكره عندي شغل. لا تهتم للشغل، جواد هو يمشي الشغل في الشركه. صحيح جواد، شو اخبارك؟ جواد بيحضر رسالة الدكتوراه وعم يكتب بالصحافة. طيب يلا يا جماعة أنا بدي أستأذن بدي أمشي.